شو بكي معجوقة بهالبيت على غير العادة؟ ليش شو شفتيني لحتى عم بتقولي عني معجوقة؟ يعني من الصبح عم تنطفي وترتبي، شو في؟ اليوم جاي التلفزيون بدي أصور عنا. تلفزيون؟ ايه، وليش مستغربة؟ لا ما استغربت عادي، بس يعني شو بدهم يصوروا عنا؟ بدي أصوروا لقاء مع أبوكي. أيوة، أكيد بيكون شي حوار سياسي. ايه طبعا، شو بده يكون يعني؟ لك لا، هلا بالعادة بابا هو بيروح لعندهم على استديوهاتهم، يعني استغربت إنهم جايين لعنا لهون، فكرت شي برنامج تاني له طبيعة تانية. مثل شو يعني؟ هلا بعض الأحيان بيجيبوا المحلل السياسي بيكون مشهور كتير، بيستضيفوه برنامج هيك ترفيهي اجتماعي، يعني بهيك بيصوروا عيلته كيف عايش، يعني عن حياته الاجتماعية. شو بدهم يعرفوا يعني؟ برجه ولا نمرة رجله؟ هلا حاجة لعي وخلصيني، تعي ساعديني، ما بقى إلا يجوا، يلا. حبيتك بأول يناير، طلقتك بآخر فبراير، ماني عارفان شو صاير، رجعي الله يخليك. أهلا مريني. بس نحن من التلفزيون جايين نعمل مقابلة مع السيد ممدوح. وين ساكن؟ شو المقابلة؟ نحن من البرنامج اسمه حوار الأسبوع. عرفكم أنتم بتعملوا مقابلات سياسية مع الناس اللي علاقة بالسياسة. أيوة بالضبط. أنت قصدك بيت ممدوح أبو التواريخ؟ تماما. السيد ممدوح وين؟ طابق الثاني على اليمين. طيب شكرا لك. يلا شباب. كل شي تمام، جهزتوا الضيافة؟ كل شي تمام، بس بدي أسألك شو ضيفهم؟ قالي عم تسأليني، انت ست بيت وبتعرفي، شوفي شو بدي. بس قلت لحالي بسألك انت أحسن. يمكن اجوا. طيب ماشي. ماما هدول بيطولوا لحتى يروحوا. وانت ليش عم تسألي؟ ما عاد رفيق تدي ما بدي يروح لعندها. ايه روحي انت، شو دخلك؟ ما بدي اطلع قدامه، مستحي. يوه شو بتستحي؟ ايه لا تستحي، مرئي سلمي وروحي. هلا تاني شي كمان بدي اشوفهم هيك اتفرج عليهم، اصلا انا هي اول مره بحضر تصوير. لكن عادي وسكتي. يعني بدون شي ساعه؟ يمكن ساعه ويمكن اقل، ما بعرف. ليكن حيبلشوا، هلا رح تضيفيهم هلا ولا لما يخلصوا؟ قال لي ابوكي بس يخلصوا تضيفهم ولعي ان شاء الله، خلينا نسمع. اهلا وسهلا فيكم، حضرتك المذيعة؟ لا استاذ انا المعدة، بس دقيقتين بس وبتكون هون المذيعة. هاي يا هلين. اسف كثير بس ما كنت اخرت عليكم. اهلا وسهلا. كيفك استاذ؟ شو اخبارك؟ جاهز للحوار؟ طبعا تفضلوا تفضلوا. يلا تفضلوا. اوكي اثنين. يلا خمسة أربعة، تتأخروا جاي ولكن خمسة. اسف استاذ. أربعة ثلاثة اثنين. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بحلقتكم الجديدة من سوري لحظة شوي. يلا عيدي يلا يلا. ثلاثة اثنين. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم حوار الأسبوع. بهذا الأسبوع في معنا ضيف كتير متألق، هو المحلل السياسي الأستاذ ممدوح. أهلا وسهلا فيك أستاذ ممدوح. أهلا بكم أستاذ ممدوح. خلينا نبتدي من الأحداث المتسارعة اللي شهدتها المنطقة بهاي الفترة، وخاصة ما يسمى بالربيع العربي. بدي أعرف منك شو رأيك بالتسمية هاي للربيع العربي؟ أنو ربيع عربي هاد؟ أنو ربيع عربي هاد؟ هذا اسمه خريف عربي. صحيح صحيح صحيح، بس يعني ما فينا ننكر إنه في ناس عم تقول إنه هذا حقا ربيع عربي. ها الربيع العربي بتدمير الاقتصاد، الربيع العربي بتشويه التاريخ، الربيع العربي ببث الفرقة بين الدول العربية، الربيع العربي
بتجزئة الدول العربية إلى كنتونات ودويلات صغيرة؟ هذا عم تسميه ربيع عربي؟ بس البعض عم بيقول إنه لا تقلي لي شو بيقولوا، أنا هذا الكلام كلياته ما بيهمني. هلا هي الصهيونية كونداليزا رايس شو قالت ب 16/6/2011 قدام هيئة الأمم المتحدة الساعة 10 صباحا من يوم الخميس؟ شو قالت؟ قالت نسعى لرسم لشرق أوسط جديد. نعم نعم أستاذ، ولكن ب 30/1/2012 الساعة 6 صباحا بتوقيتنا والساعة 11 بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، شو قالت؟ قالت إن نضع استراتيجية جديدة للشرق الأوسط تسمى الفوضى الخلاقة. بين قوسين شو معنات فوضى الخلاقة؟ لكن أستاذي هي تقول في مكان آخر أننا فشلنا بمخططاتنا بما يعني يحدث بالعالم، وهذا الشيء اللي عم بيصير ليس له علاقة بالعالم العربي أو بالربيع العربي تحديدا، حتى يعني يقول أحدهم. لا يا سيدتي لا، أنا حالك إبت قالت هذا الكلام، هذا الكلام قالته ب 22/6/2011 أمام مجلس الأمن الساعة 12 ليلا. بنفس الشهر 27/6/2011 شو رجعت قالت؟ قالت نسعى لرسم خارطة لشرق أوسط جديد. وهي المشحورة شو سمت وقتها؟ الشرق الأوسط الكبير. ودي أعطيك مثال تاني، كلينتون 5/3/2012 لما اجتمعت مع دول الكومنولث شو قالت؟ قالت سوف نقف مع الدولة اليهودية بين قوسين يعني الكيان الصهيوني لتحقيق حلمون في بناء دولة يهودية تبدأ من الفرات وتنتهي في النيل. وفي صحيفة الفاشن تايمز بتاريخ 27/7/2007 رجع بوش الولد يعني بين قوسين الابن أكد على كلامه. إمتى؟ وقت اجتمع مع سفير النمسا. نعم أستاذي نعم، ولكن طولي بالك طولي بالك. هلأ بصحيفة ليفيغارو بخمسة 3/2010 لك ماما أنا بس بدي أفهم بابا كيف بيحفظ هالتواريخ كلها؟ آه ليش ما بتعرفي إنه أبوكي ذكي كتير؟ إيه والله. شو قال لبنراد برينسون؟ هذا مؤرخ ألماني مشهور كتير، قال التاريخ يعيد نفسه. شو يعني التاريخ يعيد نفسه؟ يعني نحن قدامنا سيسبيكو جديد. أستاذي أستاذي يعني أنا بدي أسألك، أنت ألا ترى أن ما يدور الآن ليس له لا من قريب ولا من بعيد أي علاقة بدعم عربي لما يسمى بالربيع العربي؟ لا لا يا سيدتي، من لا يقرأ التاريخ لا يعرف شيئا. ب 1916 بتاريخ 3/3 لما اجتمع ملك إنجلترا مع القبائل العربية، شو تمخل عن الاجتماع؟ قرار بانسحاب القوات الأجنبية من الداخل ومن المحيط العربي. وسأعطيك دليلا ملموسا آخر، بتاريخ 6/8/2006 الساعة 3 ظهرا أيام الاعتداء الإسرائيلي على جنوب لبنان، ظهر المتحدث باسم البيت الأبيض. شو قال؟ قالوا نحن نفعل ما نريد. شو يعني؟ يعني الإمبريالية بتخطط والعرب بس بيسمعوا، يعني هن لا حول لهم ولا قوة. الله يحميها الزلمة، شو ذكي مخه كمبيوتر إسرائيلي. الله يحميه لك، شوف حافظ كل التواريخ والأماكن اللي الأحداث صارت فيها. هذا من أساسه نابغة وعنده تلفيف مخ زيادة، إن شاء الله ما يختاروه على قد ما له ذكي. بيسمعوا يعني هن لا حول لهم ولا قوة. نعم أستاذ طبعا طبعا. طيب إذا انتقلنا الآن إلى محور آخر وحاولنا أن نعرف ما الذي يحدث تماما بالضبط، الذي يحدث هل هو لخدمة الواقع العربي أم لخدمة من؟ طبعا طبعا يا سيدتي، لا يخدم المصالح العربية. في تاريخ 25/5/1982 بالاجتماع العاشر للقمة العربية شو أكدوا؟ أكدوا على شو؟ على سيادة القرار العربي. أنت قلي لي وينه هلأ القرار العربي وبإيد مين القرار العربي؟ وسأعطيك دليلا آخر، بتاريخ 26/2/1840 أثناء الغزو الهمجي على الفلبين أطل المتحدث باسم الدول الغربية شو قال؟ قال لن نسمح للدول العربية بامتلاك القرار. وسأعطيك دليل على هذا، بتاريخ 2/2/2002 الساعة 8
ليله الوداع طال السهر وقال لي قلبي ايه الخبر قلت الحبايب هجروني يا ردر در در دم تريرم بم يعطيك العافية. الله يعافيك. دخلك شلون أتي دي هالمقابلة؟ منيحة، بس في شغلة واحدة أنا محيرتني. خير شو محيرة؟ بس بدي أفهم إنه أنت حافظ كل هالتواريخ، وكيف عند اللي بسألك شو أكلت مبارح بتقلي ما بعرف؟ لك شو دخل تواريخ السياسة بالأكل؟ شو دخلها؟ هلأ كل التواريخ اللي ذكرتهم اليوم مزبوطين؟ لا والله صدق لا، أنا بحسب حساب يطلع له واحد فهمان واحد قاري واحد بيفهم بالسياسة، تاريخين ثلاثة بقولوا مزبوطين والباقي قطعوا الحش. بدي أسألك، يا ترى حافظ اليوم إنه عيد زواجنا؟ شو؟ عيد زواجنا؟ ليش اليوم شو؟ قديش نحن بالشهر؟